أنا كأم أريد الصحة لطفلي، لكن تعبي يضيع بسبب أفعال شركات الأغذية. كل يوم أجتهد لتقديم وجبات متوازنة والبعد عن السكريات والدهون والملح، لأني أعرف مخاطرها الصحية، ولكني طول الوقت أشاهد الإعلانات تطارد الأطفال في الملاعب وفي المدرسة وفي البيت. لا مفر منها. تدفع شركات الأغذية والمشروبات الملايين للدعاية وتستخدم كل الوسائل لجذب الأطفال. لعبة مجانية بعد شراء وجبة، هذه خدعة، وظهور الإعلانات أثناء برامجهم المفضلة خدعة أخرى. الأطفال يستحقون الأفضل. تعالوا نحمي أطفالنا، نمنع الدعاية للأغذية والمشروبات غير الصحية بين الأطفال.